زمان كانت الألعاب بتتكون من رسومات ثنائية الأبعاد، فكانت أغلب الألعاب بتكون زاوية الكاميرا فيها من فوق أو من الجنب. ولكن في نص الثمانينات لما لعبة وولفنستاين 3D نزلت عملت ضجة كبيرة جدا، كونها أول لعبة تكون 3D. ومش بس كده، لقوا كمان كانت أول لعبة تستعمل منظور الشخص الأول. وهنا بدأنا نشوف اتجاهات جديدة في الألعاب، وبقينا نقدر نقسمهم لأنواع على حسب زوايا الكاميرا. معاكم أسر وائل من قناة جيمزاوي، وفي الحلقة دي هنتكلم عن زوايا الكاميرا في الألعاب. منظور الشخص الأول أو الفيرست بيرسون. فألعاب المنظور الأول بتخليك كجيمر تشوف العالم بتاع اللعبة من منظور بطل اللعبة نفسه، وده اللي بنشوفه كتير جدا في ألعاب الشوتر زي كول أوف ديوتي أو سايبر بانك مؤخرا، وبرضه في ألعاب السباقات والمحاكاة، بحيث أنه غالبا بيكون في وضعية تخليك تلعب من وجهة نظر السواق أو المتسابق، وتبدأ تتحكم في المركبة اللي أنت بتسوقها بحيث أنها تقدم لك محاكاة للواقع زي جراند توريزمو أو فلايت سيموليتر. وكمان ده نظام الرؤية الوحيد المعتمد في ألعاب الـ VR كلها. من مميزات المنظور الشخص الأول هو أنه بيديك شعور بالواقعية وانت بتلعب، وبيخليك تندمج في العالم لأنك بتشوفه زي ما بتشوف العالم الحقيقي بالظبط، وده اللي يخليك مندمج أكتر مع اللعبة. على الرغم من أنه بيديك شعور بالواقعية بشكل كبير، إلا أن أكبر أثر سلبي ليه وهو أنه بيحد مجال رؤيتك في اللعبة، واللي بيخليك أغلب الوقت ممكن تموت بسبب عدو هجمك من جهة بعيدة عن مجال رؤيتك في اللعبة، وده اللي ممكن يبعد ناس كتير عن الألعاب اللي بالأسلوب ده. منظور الشخص الثالث أو الثيرد بيرسون. فألعاب المنظور الشخص الثالث بتكون الكاميرا غالبا فوق ظهر الشخصية الأساسية، واللي بيسمح للاعب أنه يتحرك ويتحكم بالكاميرا بشكل حر، بحيث أنه يقدر يشوف محتوى أكتر على عكس منظور الشخص الأول، وده اللي بنشوفه في ألعاب المغامرات والعالم المفتوح زي أنشارتد وجي تي أي وأسن كريد، واغلب العاب الار بي جي زي ذا ويتشر 3 وفاينل فانتسي 13. من عيوب الثيرد بيرسون ان اللاعب مش بيكون ليه نظره اعمق للقصه زي العاب المنظور الاول، وكمان لو انت في اي مهمه تصويب بتكون اصعب بكتير جدا من المنظور الاول. توب داون او عين الصقر، هي باختصار منظور رؤيه بتكون اشبه بالنظر من عين الطائر، فانت كلاعب بتشوف العالم كله كانه خريطه واحده من فوق، وبتتحكم بشخصيتك منه. ودي كانت الطريقة المشهورة جدا في ألعاب التوديد القديمة زي كرونو تريجر وإيرث باوند وغيرهم كتير، ولسه الطريقة دي بتستخدم في ألعاب الاستراتيجي زي ويستلاند 3 وجيرز تاكتكس. سايد فيو، من المنظور ده أنت بتشوف اللعبة من جنب واحد، وده بيكون مشهور في ألعاب الفايتنج زي ستريت فايتر وتيكن وألعاب البلاتفورمينج عامة. منظور الشخص الثاني أو السكند بيرسون، يفضل معانا كده حاجة واحدة بس ما اتكلمناش عنها، وهي ألعاب المنظور الشخص التاني، وهي إنك وعلى عكس المنظور الشخص الأول فأنت بتلعب من منظور العدو نفسه اللي بتلعب قصاده، وده ما تعملش غير في لعبة واحدة بس، وهي لعبة درايفر سان فرانسيسكو، وهي باختصار لعبة سباقات عالم مفتوح بيكون عندك فيها القدرة إنك تختار أي عربية في العالم وتركبها على طول وتسوقها من غير ما تنزل من عربيتك وتروح لها. وفي اللعبة دي وتحديدا في آخر مهمة في شابتر 6 من اللعبة بتاخد أمر إنك تختال سواق عربية شرطة، ولما تبدأ عملية الاغتيال بتكتشف إنك عندك أوامر بإنك تختال نفسك، بعد كده تبدأ المهمة وتيجي تحرك العربية تقوم العربية اللي قدامك هي اللي تتحرك، تيجي تروح يمين أو شمال العربية اللي قدامك هي اللي تروح يمين أو شمال، بحيث إن العربية اللي انت قاعد فيها ذات نفسها بتتحرك لوحدها. وهنا نبدأ نكتشف نوع جديد من المنظور في عالم الألعاب، وتعتبر دي تجربة فريدة جدا ما تكررتش قبل كده. بس ده كان فيديو بسيط عن زوايا الكاميرا في الألعاب. لو حابب تشوف فيديوهات أكتر من النوع ده ياريت تشاركني بأفكارك في الكومنتس. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقول لي حابب تشوف ايه الحلقة الجاية. سلام عليكم.